مشايخ المنابر قيم المجتمع ترى اخرى. وما يقول اللي انت بتعمله ده مش من دين، مش من دينك انت تفعل المسيحي، ومش من دينك انت تفعل المسلم. ومش شئنا ام ابينا نحن متعايشين في وطن، مش في مصر بس، في العالم كله، في الولايات المتحده الامريكيه، في الصين، في الهند، مئات من اللغات والابناس يعيشوا في وطن واحد. في قدر معين من الثقافه القانونيه التي ينبغي ان تتوفر لها نحن كل البشر. ولذلك في هذه الامسيه الثقافيه القانونيه يشرفنا ان يكون معنا نخبه من رموز هذا المجتمع. كثيرا ما تحدثنا عن ضروره توفير دور ايجابي لمراكز الشباب والنوادي الاجتماعيه ومراكز الثقافه على مستوى الجمهوريه من اجل تنظيم دورات رياضيه وفكريه تكون فرصه لتبادل الافكار البناءه وزياده اللحمه بين المواطنين دون تمييز. وتحضر في ذهني تجربه في احدى من مدن الدنمارك، واسمحوا لي ان تنتبهوا لهذه المبادره. حاضر، اقول في حاجتين اتعملوا عشان نؤكد ان الدول العربيه الاسلاميه بريئه من هذا الكلام. الاتفاقيه العربيه لمكافحه الارهاب سنه 98. الاتفاقيه العربيه لمكافحه الارهاب سنه 98. وبعدين معاهده منظمه المؤتمر الاسلامي لمكافحه الارهاب 99. يعني 98 99 الدول الإسلامية والعربية كانت حريصة كل الحرص على دحض الإرهاب. عدد التنظيمات الإرهابية في العالم 135 تنظيم إرهابي. يتركزون في 43 دولة من بين دول المجتمع الدولي التي تبلغ 213 دولة. هذه التنظيمات الإرهابية معظمها يتمسح بالأديان السماوية.